أنا أكيد تحضيرات لعيد الميلاد بلشت، كتير من أصحابنا بلشوا يجيبوا هدايا، يرسموا، يكتبوا كاردز للأشخاص اللي بحبون. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يعني كتير حلو، كتير بفرح لما نعطي ونقدم شي لحدا، حتى أكثر من ما أنه نحنا ناخد شي لإلنا. هيدا الشيء حلو تتعلموه من أنتوا وصغار يا أصحابي. هاي مريان، خبروني كيف استعدادكم لعيد الميلاد ولهالسنة الجديدة؟ واو، كثير عندكم اشياء تشاركونا فيها، مش معقول. كل يوم يا اصحابي لازم يكون عندنا روتين مسائي، مثل ما تعلمنا عن شو هو الروتين الصباحي تحت اللي نكون ناجحين ومستعدين لنهارنا، كمان في روتين معين او نظام معين حلو نعمله كل يوم قبل ما ننام. بنهايه كل يوم كثير مهم توقف عوامل التشتيت مثل اليوتيوب، الواتساب وغيرها لخلق بعض الوقت لنفسك، واكيد وضع التابلت ام التليفون على الايربلين مود. اخر 3 ساعات من النهار قضي وقت مع عائلتك او اخواتك. قراءة الكتاب المقدس كتير مفيدة لنموك النفسي والروحي لمدة 15 دقيقة على الأقل. إيه هي آخر حاجة بتعملوها قبل ما تناموا؟ بنصلي. فيك يا يسوع، فيك حرية، فيك شفاء. بولا، ازيك يا بولا؟ دايما بتصل بيرجع بيوقف. بول ما عم يحكي مع بولا. لا يا مريم، بس بولا عنده شغلة، دايما بتصل فينا بحرقصنا، هيك بيحكي معنا شوي بيرجع بيختفي. ربنا خلق الدنيا فانو الضلمة، ربنا آدم أمنا حواء. جربي أنا وياك اليوم لابسين أصفر مثل السيسان. عم يكون عندي يعني هيك هدية حلوة، مثلا زي خبيطة اللابتوب وهيك أشياء. كان في نسمي عم بتضوي بالسماء البعيدة، والملك عم بتخبر عن يسوع الفادي. وينك يا نسمي دليني على مهارة. في دراسات بتقول إنه لازم ناكل أقله 2 أو 3 ساعات قبل ما ننام، يعني مثلا إذا أكلت على الساعة 6 في نام 6 7 8 9، الساعة 9، سو قبل بـ3 ساعات من موعد النوم. ليه؟ لأن الطعام إذا أكلته نمت رح يضايقنا، يمكن ما هضم منيح، وهذا الشيء بيزعج نومي. كثير حلو كمان قبل ما ننام نقرا بايبل، برجع بذكركم نحكي مع يسوع، نتأمل، نشكره على الأمور اللي عملنا إياها، فينا نحط موسيقى هيك هادية. أهم شيء ما نحضر التلفزيون أو نلعب فيديو جيمز دغري قبل ما ننام. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Hello. Hi. مين معنا؟ كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ أنا منيح. شو اسمك؟ كيف لولي؟ أنا ما عندي ولاد. 13 سنة من الحب والعطاء، وده مخليني فرحان جدا من سلسلة كيد، وبشكر كل المخرجين والمذيعين، وبشكر كل الناس اللي بتساعد في إخراج البرامج. رب نشكرك على هيدا الحلقة، بنشكرك على هيدا الوقت، بنشكرك على كل حدا كان عم بيسمعنا. بنصلي يا رب إنه تعطينا بالأيام الجاية أوقات كتير هادية قبل النوم، أوقات نكون فيه عم نسمع صوتك، نكون عم نصلي يا رب وعم نسمع منك أنت شو بدك تقلنا. مستحق يا يسوع.